عبر الهاتف من أبو ظبي معي محمد الحمادي، رئيس تحرير جريدة الاتحاد. أهلا بك معنا. فيما يتعلق بتصريحات ترامب، هل سنشهد ردة فعل يعني لا أعرف إن كان بالإمكان أن توصف بإيجابية أو على الأقل محاولة للتجاوب مع كل هذه الدعوات التي لازال يطلق عليها بأنه فرصة لقطر، لازالت فرصة تعطى؟ نعم، أولا مساء الخير. مساء النور. في البداية أنا أعتقد حتى هذه اللحظة ليس هناك أي مؤشر إيجابي من الدوحة حول أي شيء مما تم خلال الأيام الماضية. كل الخطوات التي تمت، كل الدعوات التي تم إطلاقها، كل الكلام الذي دار، قطر تتجاهل كل شيء وهي تمشي في طريقها غير مكترثة بأي شيء وبأي مشاكل وبأي تأثيرات على سواء على المواطن القطري أو على الوضع العام في دول مجلس التعاون الخليجي. فكلام الرئيس ترامب بالأمس كان واضح وربما كان موجع ربما حتى للقيادة القطرية، وكما لاحظت حقيقة ربما بعض المراقبين في واشنطن اعتبروه زلزال دبلوماسي من حيث قوة هذه الرسالة الموجهة بشكل مباشر إلى قطر. لذلك نحن نتمنى حتى أنه يعني لاقت الترحيب من السعودية، الإمارات، البحرين، دعوة ترامب هذا. نعم، هذا الترحيب يعني طبيعي ومتوقع، خصوصا أن هذه الدول كلها تعمل من أجل مكافحة الإرهاب ومحاربته في كل مكان. هذه الدول حليفة في هذا الموضوع، والدوحة اليوم متورطة بشكل واضح وبالدليل الملموس بتمويل جماعات إرهابية وعمليات إرهابية في دول عديدة في المنطقة. طيب، لا يتوقع إذن أي ردود فعل أو أي تجاوب من قطر، ما المتوقع كمرحلة مقبلة؟ يعني هناك فترة قلق عام طبعا مما يحدث من صمت قطر إذا صح التعبير بعد صمت دول الخليج، يعني بداية كما وصف بالأيام الأخيرة الماضية بأنه دول الخليج قامت بالصبر بداية ومن ثم الصمت ومن ثم وصلت إلى القطع. من المتوقع حقيقة أن قطر تبقى في حالتها التي هي عليه من حيث عدم التجاوب مع كل المبادرات التي حدثت، وهي اليوم تأتي متأخرة كثيرا عندما تطالب بالجلوس على طاولة الحوار. وزير الخارجية يتكلم عن أن حل هذه الأزمة دبلوماسية. نعم، ومن خلال الحوار، وقت الحوار قد انتهى. الحوار بدأ منذ 3 سنوات، الدوحة تجاهلت كل شيء وكابرت وعاندت واستمرت في سياساتها الخاطئة. اليوم ليس هناك وقت للحوار، هناك وقت لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الرياض قبل 3 سنوات في عام 2014، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمم الرياض، وكلها تصب في مسألة واحدة وهي محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه. واليوم لدى الدوحة قائمة بالإرهابيين أو الأشخاص الذين مولوا الإرهاب، وقائمة بمؤسسات كذلك تدعم الإرهاب، عليها أن تتخذ الإجراءات القانونية في حق هؤلاء. أنا أشكرك جزيلا. من أبو ظبي محمد الحمادي، رئيس تحرير جريدة الاتحاد.